المية إلى هذا اليوم شخص يفقد حياته أو لا يستطيع المرض ويفقد حياته أو يتوفى، شخص آخر بيقدر يتعامل معاه وبيبقى تأثيره محدود جدا أو شكواه منه محدودة جدا، شخص آخر بيبقى مجهد جدا وفي حالة حرجة للغاية قبل أن يتم شفاءه. يعني إيه اللي يخلي في هذا التنوع في تأثر البشر المصابين بالفيروس؟ ده سؤال يا أستاذ محمد رائع، لأنه هجاوبه على محورين. المحور الأولاني، في بعض الناس اللي بنسميها هاي ريسك أو عندهم درجة خطورة العدوى ممكن تعمل مضاعفات أكتر من ناس تانية، دول كبار السن، أدي أول حاجة. نمرة اتنين، اللي عندهم سكر لأن مناعته بتبقى أقل، اللي عندهم ضغط بياخدوا أنواع معينة من أدوية الضغط. الحاجة التانية، اللي مناعتهم قليلة، اللي بياخد كورتيزون أو بياخد أدوية تثبط المناعة، دول بيبقى الفيروس بيستشري فيهم سريعا جدا. الحاجة التانية، في ناس عندها جيناتها بتخليها تتفاعل مع الميكروب تفاعل غير طبيعي، أي شيء بيزيد عن حده بينقلب لضده. ساعات جهاز المناعة بيشتغل بطريقة زائدة. طيب إزاي؟ المفروض الطبيعي أنا عندي أربع هطلع ليهم، مش جيش جرار وصواريخ ودبابات وطيارات، لا، المفروض جهاز المناعة يطلع على القد. اللي بيحصل في بعض الناس، وده لغاية دلوقتي مش معروف علميا ايه السبب، انه في بعض الناس بيظهر حاجة اسمها العاصفة المناعية، بيخش على الفيروس بغشومية جهاز المناعة، يدمر الفيروس واللي حواليه لدرجة ان هو بيدمر الرئة. فعشان كده احنا بنقول ان بعض الناس بيجيلها الجهاز المناعي بيشتغل زيادة عن اللزوم، ويؤدي الى مش تدمير عليا وعلى اعدائي، بس مش هيبقى اعدائي بقى، عليا على وعلى الجسم نفسه، على الجسم. فده دول نوعية تانية من البشر. عشان كده هم صحيح اكبر بيبقى عندهم مشكلة او نوع من طريقة عمل جهاز المناعة، عندهم جيناتهم سسبتبل، او عندهم الجينات بتاعتهم جهاز المناعة بيتفاعل زيادة عن اللزوم. لكل فعل رد فعل مساوي له في القوة ومضاد له في الاتجاه، دي نظرية نيوتن. هو لا، جهاز المناعة لا، ده 10 أضعاف. فهو ده اللي أنا بقول عليه، في بعض الناس للأسف الشديد تفاعل جهاز المناعة مع الفيروس أعلى بكتير من المتوقع. دول بيبقوا، لأن في بعض الناس بيحصل وفيات مش من كبار السن ولا اللي عندهم سكر ولا عندهم أمراض مزمنة ممكن مزمنة. عشان كده بقى الناس دي بتاخد كورتيزون اللي هو بيقلل المناعة. لا، ده احنا قلنا دلوقتي الناس اللي عندها حساس الأكثر قابلية للعدوى والمضاعفات اللي بتاخد كورتيزون. بقى انا ادي كورتيزون في كورونا، في الناس اللي عندهم العاصفة المناعية، عايز اقللها لان دي اللي بتودي بحياة المريض، عايز تعادل حجم المناعة في جسمه انها تبقى مظبوطة، مش مبالغ ما يزيدش، مش مبالغ فيها بالظبط. فعشان كده انا بقول لحضرتك في نوعين، نوع بيبقى عنده عرضة اكتر من غيره، الناس كبار السن، الناس اللي عندها سكر، الناس اللي عندها مناعتها قليلة، بعض بتاخد أدوية للضغط معينة، وفي ناس تانية بيجي لها مناعة عاصفية، وهم دول الناس اللي احنا بنقول عليهم بياخدوا كورتيزون. ونعرفها ازاي؟ الدكاترة بيعرفوها من التحليلات والأشعات والرنين المغناطيسي اللي بتعمل الرئة، بنشوف حاجة معينة كده في الرئة بنعرف ده جاله عاصفة مناعية. ده فيروس كورونا ما يعملش كده لوحده، ده جهاز المناعه اتصرف غلط او زود الدوسج، الجرعه، جرعه المناعه اللي بيهاجم بيها. طيب هل ممكن نقول للناس، حضرتك تعلم انه مع حجم الخطر طبعا، لكن الناس مهمومه بانه موضوع يبعث على الخوف، الاكتئاب عند بعض الناس، الناس خايفه من ان الاخبار كتير بيعتبروها دم او قاتمه او تشاؤميه، عايزين نقول للناس بارقه امل، حاجه اللي حضرتك شايفها ممكن تبقى ايجابيه في حالات كتير بنشوفها الحمد لله بتتعافى، وان الدوله بتعلن عن خروج عدد من المصابين من المستشفيات بعد تاكد ان تحاليلهم تحولت الى سلبيه، يعني
نطمن الناس ان في حالات المرض بيمر عليها وانها بتبقى تحت السيطره وفي اطار العلاج العادي. لا احنا بنطمن الناس جدا لاسباب كتير. السبب الاولاني، هل يعلم الناس ان السنه دي ملايين البشر تم اصابتهم بالانفلونزا و60 الف وفيات؟ احنا النهارده 400 الف منهم 17 الف وفيات، فنسبه 3% و4% الى ما حدث من الانفلونزا في 2019 بالظبط. فالانفلونزا مجرمه اكتر. لكل اي حاجه جديده الغربال الجديد دي شده، مرض لسه الناس مش عارفاه، ملوش لسه تطعيم، فاحنا خايفين. دي اول حاجه ان عندنا يا جماعه انتوا قلقانين. قلقانين، خلي بالكو، ستي ات هوم، موضوع جد جدا وهنتكلم عنه، لكن لا تهويل ولا تهوين. يبقى اول حاجه احنا عندنا الانفلونزا اهو. تاني حاجه 60% مش 50 بس بلا اعراض، 60% من المصابين بلا اعراض، او 20 او 30% كمان اعراض بسيطه جدا، 5% او 6% اعراض متوسطه، وهنقول اعراض 3% او 2% هم الاعراض الكبيسه او الصعبه. وهل ده مؤشر جيد اللي بتبقى الاعراض طبعاً خفيفه او بسيطه عنده؟ طبعا طبعا. هو الفكره انه، وهنقول اعراض دلوقتي، ان لما الاقي 60 او 70% من الناس، يعني احنا شفنا توم هانكس فوق ال 60 ولا حاجه، هو ومراته خدوها وكأنهم خدوا حتى تعايشوا مع فترة العلاج والحجر في استراليا، واخد بال حضرتك احنا شفنا ناس كتير كبار. فأنا عايز أطمن الناس ان هو ما يزيدش عن الانفلونزا. طيب ايه المشكلة؟ المشكلة زي ما قلت ان هو الغربال الجديد دي شدة، نمرة اتنين مفيش تطعيم. الحالات السيفير احنا قلنا مين اللي عندهم يعني اكثر قابليه للمضاعفات من غيرهم، احنا قلنا الكلام. والحاجه الثالثه اللي حضرتك اشرت اليها شراسه العدوى، شراسة اللي هي بتخلينا نرجع دلوقتي سريعا وهنكمل الاناليسز او التحليل العلمي المهم.